Hello my lovely students, how are you? معكم Mrs. Rita هنرجع مع بعض النهاردة Family and Friends Unit 4 و 5 أوكي؟ okay. بس مش لوحدينا على فكرة إحنا معانا صوفيا بس عشان صوفيا ما تزعلش خلينا ندوس على السبسكرايب على البال وندوس على لايك like عشان يجيلكم لكم ليتس فيديو عشان صوفيا قررت إن الترم ده كل ما تروح المدرسة وتاخد حاجة جديدة هتيجي ونشتغلها مع بعض صوفيا Sophia! I'm coming! Where are you, Sophia? Lovely! Hi, Sophia! Hello, my friends! I am Sophia! You will be working with us, Sophia? Yes! Okay, يلا بينا نجيب الكتب بتاعتنا زي صوفيا اهو كتاب صوفيا وهنفتح مع بعض دلوقتي unit 4 صحابي نشوف have you got a milkshake اللسن الحلوة الجميلة بتاعتنا اوكي يا انسة صوفيا؟ اوكي سالاد دي سالاد، سلطة سالاد، فرايز، بطاطس مقلية وجميلة بتحبيها يا صوفيا؟ بحبها قوي بيتزا واو يامي مش هتاكلي الكتاب يا صوفيا ميوكشي It's a milkshake. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Chicken. Chicken. يبقى شيك العصير ده اللي هو بيبقى عبارة عن لبن وعليه أي فاكهة بسميه شيك يا أنسة صوفيا. أوكي يا صوفيا؟ تيمس. والcheese ساندوتش اللي هو ساندويتش الجبنة بتحبيه يا صوفيا؟ اه بحبه جدا 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 ما هو باين عليك يا صوفيا كل شيء واضح chicken يعني فراخ برافو mm. عليكي يلا نشوف بقى هنا بيقولوا ايه انا عندي هنا مام وعندي روزي وعندي بيلي <clears throat> Have you got a milkshake روزي Yes I have Where is بيلي He's behind the tray Has he got a seat a cheese sandwich صحابي نشوف Have you got a milkshake اللسن الحلوه الجميله بتاعتنا اوكي يا انيسه صوفيا اوكي سالد دي سالد سلطه سالد فرايز بطاطس مقليه وجميله بتحبيها يا صوفيا بحبها امي بيتزا واو يامي مش هتاكلي الكتاب يا صوفيا شيك It's a milkshake. Cheese sandwich. Cheese sandwich. Chicken. Chicken. يبقى شيك العصير ده اللي هو بيبقى عبارة عن لبن وعليه أي فاكهة بسميه milkshake يا أنسة صوفيا. أوكي يا صوفيا؟ تيمس. والcheese sandwich اللي هو ساندويتش الجبنة بتحبيه يا صوفيا؟ اه بحبه جدا 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 ما هو باين عليك يا صوفيا كل شيء واضح chicken يعني فراخ برافو عليكي يلا نشوف بقى هنا بيقولوا ايه انا عندي هنا مام وعندي روزي وعندي بيلي <applause> Have you got a milkshake, روزي؟ Yes, I have. Where is Billy? He's behind the tree. Has he got a, sea, a cheese sandwich? Has he got a cheese sandwich? No, he hasn't. And he hasn't got his salad. Here you are, Belly. Thank you. Belly, do you like the food? Well, they like the food. They. Sorry, Mom. Don't worry, we have got more food. Naughty birds. فهمتي حاجة يا صوفيا؟ No. ليه يا صوفيا ما احنا قرينا اللسن اهو. No, أنا مش فاهمة. Okay, wait. We... Okay, ركزوا معايا. Have you got a milkshake, Rosie? يعني أنتِ أخدتي الميلكشيك يا Rosie؟ قالت لها yes I have طب ليه أنا جاوبت yes I have عشان أنا عندي question ب have you got فدي كشورت answer مش لازم أقول yes I have got a milkshake لا ممكن أعمل short answer وأقول yes I have بس طيب هنا Where apostrophe s Billy يعني where is Billy دي apostrophe s رجع لverb to be Shortcut bit verb to be a little he's behind the tree, he is behind the tree. وعملت apostrophe as bardo short abbreviation. The verb to be behind yani water il sugar has he got it? تشيز ساندويتش مامتها سألت هو معاه ساندويتش جبنة قالت لها no he hasn't and he hasn't got his salad يبقى جاوبت أول سؤال أول سؤال he hasn't the short answer عشان السؤال كان has he got a cheese sandwich ممكن أقول no he hasn't got a cheese sandwich أو أعمل short answer إجابة صغيرة no he hasn't بس كده وكمان اديتها معلومة تانية and he hasn't got his salad وكمان السالد بتاعته مش معاه راحت قالت له راحت راحت لبيلي وقالت له here you are بيلي راح قال لها ايه thank you يا صوفيا مش المفروض لما حد يدينا حاجة نقول له ايه thank you برافو صوفيا وبعدين بيلي do you like the food سألته مامته قال لها well they like the food هو بذي دول مين وهو عمال يعيط قالت له ذي يلا نشوف مين ذي دول اه ده قصده بيهم البردز العصافير اللي جت اخدت او الطيور اللي جت اخدت الاكل بتاعه التشيز ساندويتش بتاعه وبعدين قال لها سوري مام عشان هو ما خدش باله من الساندويتش بتاعه راحت مام قالت له dont worry we have got more فود فهمت يا صوفيا؟ أو فهمت دلوقتي يبقى أنا عندي هنا لما أسأل have you got أو has he got أو has she got أو has it got كل ده ممكن أجاوب بشورت أنسر أو لونج إيه يا صوفيا؟ أنس. أنسر لكن المين بقول I have got You have got شي عشان انتي بنت وحلوة وأمورة has got البوبي الجميل اللي عندنا بقول عليه ايه it has got والولد بقول عليه ايه he has got بقول عليه ايه الولد he has got on to the numbers this is number 10 عشرة 10 twenty عشرين thirty تلاتين forty أربعين fifty خمسين sixty ستين seventy سبعين eighty تمانين ninety تسعين one hundred يعني مية هنا في song حلوة قوي يلا نسمعها كلنا مع بعض Count to 100, it's easy to do. 40, 50, 60. Yes, where are you? Let's count to 100. It's easy if you try. 70? Hobby. You page thirty-three. Gr, gr, grass. Gr, grapes. Br, brush. Br, bread. Fr, frog. Fr, frisbee. Wow! Another song. There are grabs and bread and juice in a glass. Friends together in the green, green grass play with the frisbee, play football. The friends have fun with a big brown ball. Gra, bra, fra, grass, brown, green, frog, frisbee, brush. my lovely students I will leave you right now سكروا الفوكابري بتاعكم بكرة هنشرح كمان الجرامر بقى وحل كتير ونخش على اللي وراها سوفيا بتقول باي هتوحشونا